أنا فلاح بلاد الحمد من بلدية تقلعيت في منطقة البور اللي معروفة بالإنتاج نتاع الرمان، وعندي الأشجار نتاعي راكم تشوفوا فيها راكم بحضوركم. وعلى كل حال الإنتاج نتاعي راكم تشوفوا فيها راها شوية السنة ناقص من قلة الماء. راني داير طلب، عندي مدة عامين داير طلب على فوراج، وللأسف ما كان والو. الوعود موعديني بصح للأسف ما كان والو. الانتاج نتاعي 80% سنة راحت لي، ومازلت كون يعني عندي الماء مازلت ننتج اكثر باكثر. عندي ولادي سبعة كلها عايشين من الفلاحة نتاعنا، كون يكون الماء كاين رانا نزيدو نوفر ونحطو حتى خدامة معانا. بس للاسف راكم تشوفوا بنفوسكم الانتاج 80% راحت لنا. نطلب منهم يعاونوني في الفوراج نتاعي، راني نحوس نخدم بدراهمي مش ثاني يعاونوني يا كذاك باطول والله، نعطيوني رخصة باه نحفر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.